كذلك مثلا نسمع أحيانا أنه في بعض الشركات، شركات الطيران، أنه ما تعرض الخمر على الركاب في المشهد. نعم على طول. أي في بعض الشركات هكذا. فالذي يستطيع إذا المضطر إلى الركوب أنه يتميز، هذه الشركة لا تعرض الخمر وهذه تعرض، إذا هذه ما بركب فيها. هذا من جملة الأشياء اللي ممكن نفعلها قدر الإمكان، لأن في بعض الأحيان طبعا في طيارات أو خطوط ما تمشي فيه على إلى دول معينة من هذه. على كل حال اتقي الله ما استطعت، المبدأ هكذا، وكما قال عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.